هذه هي انطلاقة شوطنا السادس أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، شوطنا السادس المخصص لفئة القعدان المفاريد، ونبدأ ونتعرف على المركز الأول الشقب لسعود بن سلطان آل سند من يحتل المركز الأول والمقدمة، بينما يليه على المركز الثاني يتواجد هنا ذباح محمد بن سعيد بن فهد آل خديعة المري على المركز الثاني، والمركز الثالث التواجد من المفتي لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي يليه على المركز الرابع. رابعا هنا القدوم والوصول من مكدر لعبد الهادي بن سالم القطامي المري، وعلى المركز الخامس يصل شعار بن سفران من الجانب الايمن مع شاهين مبارك بن عبد الله بن سفران المري، ولكن حصل دخول وتغيير في هذه اللحظات من قبل رياض لناصر بن سالم بن دلهم الهاجري، وكذلك دخول قوي للقايه من حلوان لمحمد بن راشد بن قطفه المري. هذه النتيجه نعود واياكم الى المقدمه الى صداره هذا الشوط. 600 متر اخيره مشاهدينا الافاضل، المفتي لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي مع المفتي مع المركز الاول مع المقدمه والصداره. يا سلام، ولكن بن قطفه هنا مشاهدينا الكرام يحاول محاوله شاقه والتسلل هنا مشاهدينا الافاضل من حلوان محمد بن راشد بن قطفه المري. يا سلام، الله اللحظات الأخيرة قير بن قطفة مشاهدين الكرام، والقدوم والوصول هنا أيضا من الجانب الأيمن، هنا قدوم ووصول من الرياض ناصر بن سالم بن دلهم الهاجري. اللحظات الأخيرة بن قطفة وبن دلهم، اللحظات الأخيرة. يا سلام، 100 متر ولكن الله، حلوان يقدم الأحلى والأجمل. هذا هو حلوان مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لمالك حلوان محمد بن راشد بن قطفة المري المركز الثاني. يصل الرياض لناصر بن سالم بن دلهم الهاجري المركز الثالث، المفتي لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. أحييكم أجمل تحية.